بكثير من الأسى والحزن والدعاء اليوم لبنان المخرج يحيى سعادة في مأتم مهيب، وكان جثمان الراحل قد وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي مساء أمس في 1:30 بعد منتصف الليل، حيث كان في استقباله أهله وحشد فني وإعلامي مرتدين اللون الأبيض. نتابع سويا. ليست قوة بأن نتنافس على كتابة السطور، وليست قوة بأن نتباهى بكلمات وصف. يحيى سعادة، سطور أنت كتبتها على الشاشة الصغيرة بكلمات عبرت عن فرعنة خيالك في تجسيد الصورة بلغة الإبداع. إلى مدينة إزمير التركية وصل يحيى سعادة ليضيف علامة استحقاق في حياته المهنية ويصور فيديو كليب للفنانة اللبنانية مايا دياب، ولكن لم يكن ليتوقع أن هذا الاستحقاق لن تكتمل معالمه ويغادر سعادة موقع التصوير بعد ساعات قليلة فقط، جثة هامدة داخل صندوق خشبي، لتخسر الساحة الفنية واحدا من أبرز المخرجين على الساحة اللبنانية والعربية. جثمان يحيى وصل إلى بيروت الساعة 2 من فجر اليوم، ترافقه شقيقته إيمان والفنانة مايا دياب وزوجها، إضافة إلى فريق العمل. لبنان إلى تركيا، وكانت الغربة نقطة الفصل بين الحياة والموت، لتغادر يا يحيى هذه الأرض برتبة مبدع، ولتكون أعمالك وساما على صدر أصحابها. لن ننساك وستحيا في قلوبنا يا يحيى. رحم الله المخرج يحيى سعادة واسكنه فسيح جناته.